قاعدين آمنين في البيت نحضر أخبار. فرحنا مجلس الأمن أقر إنه بقول لك وقف إطلاق النار في غزة. قلنا بيصير هذا بيخلص الحرب، بيصير صفقة. روحنا ننام لسه على الساعة 12:30، عمال قاعد بدي أنام يعني خلص. صاروخ في 16 دمر البيت على الآخر. في البيت هذا فيه حوالي 40 نفر.